ابنك مغروم ببنت الداشرة وبده إياها. شو؟ مش من امتى في محكة هو إياها؟ عمك شافها معك بالسيارة، قال شافك عم بتنزلها برا على المفرق وإجا خبر بيك. لا يا عم الياس، بيعرفها بالوجه؟ يعني بيعرف مين بتكون؟ إنه تبيك يقول لي خيك مطلع معه بنت الداشرة بالسيارة، يعني بيعرفها. بس ما تعتلهم، قلت له بالصدفة بيكون شافها على الطريق بدها سيرفيس، انحرج وطلعها معه. سوقي يا مهلك. عم بتسكتني؟ أول على آخر رح يعرفوا. إيه وشو بدك تقول؟ بحبها وبدي إياها. شو بدي أقول يعني؟ تلقوها إنك بتروح فيها. قول إنك بتحبها بس ما تقول بدك إياها، أو قول إنك ما بتحبها، ما تقول شي إنكار. مش لأنك أختي، بس ما في أهضم منك. ناهي، منا إلك، مش هي. أنت من أيمتى بتفكري هيك؟ إمّا هربت مع خالك. عم نحكم عليها أو عم نحكم مع خالي وإمّا؟ أنا ما عم بحكم على حدا، معقول هي تكون بنت بتطير العقل وما في منها. بس إنه ما ربيت بعيلة، ربيت بلا أم ومع باي موجود بس بالمنظر يعني. بكرة ما فيها تصير أم، ما بتعرف شو يعني عيلة. العاطفة اللي انحرمت منها والعيلة اللي حلمت فيها رح تعمل منها أروع أم، وأهلك ما رح يرضوا فيها. وانت تأخرتي على شغلك، يلا ما بقى تشحطني. بدي كرمالك، ما بدي تتأخري على شغلك وينخصم لك من معاشك. ايه يا حبيبي؟ سوري حياتك، عم بحكي مع عمتي. بعدك عند أهلك؟ غديت معهم وفلت. اف ليش هالقد دغري؟ لا شوفي اشتقت لي. شو عم تعملي؟ ليش صوتك هيك؟ في شي؟ شو بقى صوتك؟ ما بعرف. لا لا ما في شي، لما اشوفك بنحكي. طيب اوكي، يلا شوي وبلاقيك على المفرق. لا رح اجي اخذك من البيت. 5 دقايق وبكون على المفرق عندك. ما في لزوم، صار معهم خبر. خبر بشو؟ عني أنا؟ خلص لما أشوفك بنحكي. طيب بس ما تجي لهون، أنا هيك برتاح أكتر. أوكي حبيبي، باي. أوكي باي. نزلوا تنهين، قال 30 سنة أنا وبخدمتها وعم بفتح تمي. لا وشو، قال أنا ضايفة ببيتها كمان. ابنك مغروم ببنت عاطف وبده إياها. مين بنت عاطف يعني؟ بنت عاطف وأمال ما غيرهم. ابنك مغروم ببنت الداشرة وبده إياها. شو؟ مش من امتى في محكة هو إياها؟